طول اللي افتهم لكم منه؟ من يلخص اللي افتهم له؟ عندما نستدعي دال الله نذكرها بالاسم والمؤشر أو الكومبايلر يذهب إلى نفس المكان اللي فيها الدالة. ممتاز، يعني إذا يروح فيه ريتيرن، للأدرس. ممتاز. أيوة، والريتيرن ترجعه إلى بعد ال إذا ما فيش إرجاع من الدالة يرجع إلى بعد المكان اللي راح منه. ممتاز. طيب، وما هي المشاكل اللي ممكن تواجهك بعملية الاستدعاء؟ عند الرجوع إذا في عندما دالة أكثر من دالة تستدعي هذه الدالة، فمشكلة إنه ما يعرف أن يرجع. ممتاز، كيف حليناها؟ بيخزنهم داخل الريجسترات. ممتاز، بارك الله فيك يا أبو بكر، ممتاز جدا. طيب نيجي على هنا، يقول لك كمان في معك مشكلة ثانية، كان نوت هاندل نستلد فانكشن كول. فشوفوا الآن هنا، لما تكون دالة بداخل دالة أخرى، فهذه دالة تلبي زي ما قلت لك فانكشن، نفس البرنامج الأول، هذا هو نفسه، ولكن إيش المشكلة هنا؟ عرف المتغير ريتيرن واحد للي إكس، استدعي دالة الكيو. هل الآن استدعي البي ولا الكيو؟ خليني بس أجيب قلم. هنا إيش استدعي؟ الكيو، تمام؟ فبالتالي بيروح للكيو. وين الكيو هذه؟ بيروح لهنا. بالأول قفز منه لهنا، من البي للآر، الآن قفز من الكيو للكيو. طيب هنا الكيو إيش قايل لك؟ الإي إكس كم منه؟ كم من ريتيرن بوينتر بوينت 2. اثنين، بوينت اثنين. فشوفوا، وهذه الكيو، شوفوا الآن، وهذه الكيو من استدعت، الكيو هذه من استدعت الآر، ار الار هنا راحت لهنا. يعني أول مرة هذه البي، أول مرة إن البي كانت الإي إكس، شوف كانت الإي إكس بوينت واحد. خلينا نعمل هنا الإي إكس، كانت الإي إكس اللي هي، خلينا نقول كذا، خلينا نرمز بوينت واحد، الواحد على أساس إيش؟ على أساس هذه بوينت واحد، ريتيرن بوينت واحد. جاءت واستدعت الكيو، راحت الكيو، خليت الإي إكس ما عادش بوينت واحد، قد بوينت بكم؟ اثنين، اللي هذا اثنين برمز له على إنه ريتيرن بوينت، هذه ريتيرن بوينت اثنين. بعدين تروح ثاني مرة قفز، شوف هذه الدالة إيش عملت؟ عملية قفز من هذه الدالة، قفزت لي للآر، هذه القفزة الثانية. طيب لما قفزت لي لهنا، شوف ايش جي هنا، نفذ وقال له جنب الاي اكس، من هي الاي اكس؟ بوينتر اثنين. بوينتر اثنين، ايوه بوينتر اثنين وينه؟ هنا صح؟ فهذه بترجع لك القيمة غلطنا، لوين؟ لهنا، على دالة أساس كيو. إيش؟ قيمة ثلاثة صح؟ هذه القفزة الثالثة، القفزة الثالثة رجعت لك البوينت اثنين. هنا إيش بيقول لك؟ جنب لوين؟ الاي اكس، والاي اكس كم منه؟ كم منه الاي اكس؟ بوينت واحد. لا ركزوا، كم منه؟ ريتيرن بوينت اثنين. فبترجع هنا لاني ريتيرن بوينت اثنين، هنا بوينت اثنين يرجع جنب ريتيرن بوينت اثنين. دوره لا نهائيه ولا مش دوره لا نهائيه؟ ايوه ما يقصد دالات الار، ومن الار يرجع عند الكيو. ايوه، كأن احنا عملنا دوره لا نهائيه صح، وهذه مشكله. فقال لك المشكلة إذا كانت البي تستدعي الكيو، والكيو تستدعي الآر، ريتيرن أدرس فور البي إلى الكيو، والكول اللي المفروض بعد ما تنفذ هذه ترجع لهنا صح؟ مش المفروض بعد هنا نرجع لهنا؟ ايوه كيف كنا نحل هذه المشكلة المفروض؟ بشار، بشرط أو إن احنا نغير الـ EAX، نغيره هنا قبل ما نستدعي، يعني نخليها بوينت واحد، بحيث أول ما أكمل أرجع لبوينت واحد. واضح؟ في أي سؤال للآن على هذه قبل ما أنتقل للسلايد اللي بعده؟ طيب هنا يعني يا المشكلة كيف؟ المشكلة زي ما قلت لكم، إنه هذه بيكون يرجع لبوينت واحد، للبوينت اثنين، للبوينت اثنين، دخلنا بدورة لا نهائية، تمام؟ فكيف بنحلها؟ نغير بوينت واحد. ممتاز، نغير الـ EX قبل ما أقفز، أغيرها لبوينت واحد. طيب الآن يقول لك solution use the stack
بدل يا اما نغير الواحد وهذا السهل، يا اما بستخدم الستاك. تمام، كحلول ان قد نستخدم ايش الستاك. فهنا يقول لك ميني تو ستور ميني ريتيرن ادرس بالستاك. بالستاك اقدر اخزن فيها اكثر من ريتيرن. فقضية هذه المشكلة يا ممكن تنحل بمجرد انني اغير قيمة الـ AX، او اذا استصعبنا من احنا نغير قيمة الـ AX بستخدم الستاك. الستاك هنا بيخزن لك، يعني انت بالستاك الداخل اخيرا خارج اولا، صح ولا لا؟ اخذتم الـ Data Structure صح؟ هل اخذتم الستاك ولا لا؟ ايوه طيب فهنا ايش يقول لك بالستاك؟ مش الداخل اخيرا خارج اولا. ايوه فهنا يقول لك the number of nested functions is not known in advance. يعني الآن كم عدد الدوال المدخلة أو عدد الدوال المتداخلة مش ضروري أنت تعرفها، لأنه بالإستاك بيضبط لك. حتى لو معك 10 دوال متداخلة معلش يضبط لك هي الإستاك. فالإستاك مرن يضبط لك أكثر مشكلة، حتى المشكلة الأولى اللي لاقيناها هنا، حتى المشكلة هذه الأولى لأنه كان معنا هذه المشكلة multiple callers، الإستاك يضبطها. وكمان لو في معك نستد كولرز، هذه اللي نستد كولرز كمان الستاك يضبطه. فهنا يقول a return address must be saved for as long as the function invocation continuous and discard thereafter. يعني هنا بتجلس موجودة بداخل الستاك لغاية ما ترجع، بتنمحي من الستاك وتروح اللي بعده. فمجرد ما رجعت امحيها من الستاك وروح اللي بعده. فأنت مثلا لو شفت هذه الدالة، المفروض أني قفزت الكيو، الكيو قفز للار، المفروض الان لو نرجع لبعد الار، من اللي بعد الار؟ هل المفروض ارجع للبي ولا للكيو؟ المفروض للبيت. دقيقه ركزوا معي، خليني بس اجيب قلم. شوف انت بالبي، البي قفزك الكيو والكيو قفزك للار، فالمفروض بعد الار لو انت تروح، شوف هذا الاستاك، الكيو شوف هذا الاستاك، ركز معي ده الكيو الاستاك. بعدين البي. شوفوا الان، شوفوا هذا الاستاك، الاستاك كان معك، شوفوا شكله، شوف شو اللي كتبه، هذا البي الداله الاولى. الاصل ارجع للبي للبي. ممتاز. طيب شوفوا يا شباب يا ثاني ركزوا معي، الان انا بالبي، البي ده هو بالاستاك، الاستاك راح للكيو فخزناه بداخل الاستاك. بعد الكيو، الكيو قفزك للار فخزناه بالاستاك. الان نفذ الار، بعد ما نفذت الار من اعلى شيء بالاستاك بعد الار؟ فالمفروض اروح للكيو، وانا فعلا المفروض بعد الار اروح للكيو، وبعد الكيو انا نفذت الكيو، وبعد المفروض لو انا ارجع من عاد باقي بالاستاك بعد ما شطبنا، من عاد باقي؟ فارجع مره ثانيه للبي. وبكذا خلصنا. اذا هذا الاستاك ساعدك ولا ما ساعدكش؟ ايوه لا ايه ولا لا؟ ايوه ساعد. الآن أفتهم لكم، أعدي اللي بعده أفتهم. واضح أنا أعدي اللي. طيب فبالتالي هذه، لأنه ليش طاقة الاستاك؟ الاستاك هي بتخزن لك آخر تعليمة، وأصلا أنت لما بعملية السرحة شي ترجع اللي قبله للي قبله اللي قبله، لذلك الاستاك ساعدنا كثير جدا بالعملية هذه. طيب أبعد هذه منشان بس الرسومات، نجي على هنا يقول address used in reverse order. ايش معناته؟ الستاك بشكل عكسي، يعني انت بديت بالبي بعدين الكيو بعدين بالار، بعدين شرجع بشكل عكسي الكيو بعدين البي. فبالتالي example function b called q، هذا البي called q which then calls r. قنت هنا الريتيرن ايش بيعمل then؟ r return لي الكيو which then بعدين الكيو لو انت رجعك لي البي، نفس اللي شرحت لك الآن قبل شوية. هنا يقول لك last in first out هذه data الطريقة structure للستاك. ها هذا ايش من طريقة الادريسز يوزد هذه طريقة الآن بالأسمبلي، يقول لك كيف بستدعي الدوال استخدم الستاك من شان يساعدني، بحيث لما أرجع ما أدريش، يعني ما أتلخبطش لو أنا أرجع. تمام تمام، هالستاك كمان يعتمد ايوه last in first out، الداخل أخيرا خارج أولا. فهنا إيش قايل لك؟ قايل لك الكولر اللي بيستدعي الدالة
بوش ريتيرن ادرس اون ذا ستاك. بشوف هذه الداله تعمل لك بوش لوين؟ للكيو. الكيو تعمل لك بوش لمين؟ للار. بعدين لما نفذ الار، الار تعمل لك بوب لمين؟ للكيو. الكيو بعدين تعمل لك بوب لمين؟ للار. وبكذا اوكي حلينا المشكله هذه اللي كان لو معك نستد فانكشن. وضحت؟ طبعا انت الحل تقدر تعمل، بدل ما تعمل ستاك يمكن تغير هنا قيمة اللي هي اكس للبوينت واحد، بس بدل ما تعمل هذه العملية الحل مش منطقي، ولانه هل بتضطر تعرف هذه كم من، يعني ما كانش حل منطقي، لكن الستاك حليت لكم بشكل منطقي وسهل جدا من دون اي تدخل منك. واضح؟ ايوه واضح، بس دكتورة لو كيف لو انا ارجع الاول دالة؟ كيف ترجع الأول ده؟ له من نفسه بيعمل لك هنا، بيخزن لك التعليمة من نفسه. يعني الآن أنا بجيب لك الآن مثال أقول لك كيف بالضبط، بوريك. بس هي إيش معناته؟ بمجرد ما أنا إيش أعمل؟ شوف كذا بعمل هذا الستاك حقي، تمام؟ أنا دخلت على البي، نفذت التعليمة هذه ورحت للجنب. بمجرد ما أقول له جنب الكيو، طبعا هنا أول ما أعمل له جنب، أول ما نفذ هاي الدالة هو بيعمل له بوش، فيعمل لك بوش بي. طيب بوش بي قاعد لك كلمة جنب كيو، بروح للكيو. بمجرد ما بدأت للكيو أعمل له بوش لمن؟ للكيو. بعد ما نفذنا بننفذ هذه التعليمة كلها، قال لك جنب آر. بعد ما عملنا جنب آر، إيش بعمل له بوش لمن؟ للآر. فوصلت لهنا، هنا قال لك جامب للاي اكس. طيب انا بعد ما كمل الار، لو انا اعمل المفروض بعمل له بوب لمن؟ بعمل بوب للار. الار لو انت تودي لك للكيو. طيب الان بالكيو، فمعمل بوب يعني انفذه كامل، اروح للريترن حقه. بعد ما اكمله بروح لوين؟ عاد معي البي، البي اكمله وخلاص بعمل له بوب. وضحت؟ يعني انت لما تستدعي بتعمل بوش بوش بوش، لما ترجع بتعمل بوب بوب بوب. فحكاية الاستاك هي عبارة عن بوش وبوب. وضحت يا ثاني؟ ايوه طيب هنا يقول لك كمان، فهنا الكولر بيعمل بوش ريتيرن ادرس اون ذا ستاك، والكولي بيعمل لك بوبس ريتيرن ادرس اوف ذا ستاك. فهذه اللي فكان احد الحلول ان احنا نستخدم الاستاك بعكس الكول والريترن، يعني بدل ما اعمل لي كول بعمل له بوش، وريترن معناته بوب. طيب فشوفوا الان، read instruction knows the return address. فشوفوا الان ايش عامل بهذه الداله. هنا عامل لك هذه الداله، في معك داله البي، ومعك نفس الداله ار، ومعك نفس داله الكيو. فما ما بقولش كذا بالطريقه هذه، ما بقولش جامب. شوفوا الان هنا كنا نعمل جامب، صح؟ هنا ما بقولش كلمة جامب، بعمل كلمة كول. بستدعي الأسيمبلي يستدعي لك كلمة كول، تمام؟ ما بعمل جامب. هنا دالة الجامب وحصلنا مشكلة اللي هي النستد، وقلنا لك قد نحل هذه المشكلة بالستاك. فبالتالي أنا إيش بعمل؟ بدل ما أعمل كلمة جامب كيو بقول له كول آر، وما بعملش ريتيرن بوينت. فشوفوا كيف بعمل هذا الآن الكود هذا كله الثلاثة كيف بالستاك كيف بكتبه. فبعمل له بي كول ار بيستدعي هذه، وهنا بيعمل كول كيو. طبعا هذه البي وهذه الكيو وهذه الار. فبمجرد ما اقول له كول ار بيروح لهنا ينفذ ينفذ ينفذ، وبعمل له ريت. ريت معناته ايش؟ بوب.